بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الموضوع إن شاء الله موضوع جديد، راح نأخذ به نوع من أنواع المعادلات التفاضلية بالمعاملات المتغيرة. كل ما مضى واللي أخذناه سابقا من معادلات كانت المعادلات بمعاملات ثابتة. شنو معنى بمعاملات ثابتة؟ يعني المشتقات اللي موجودة بالمعادلة الواي دبل داش الواي تربل داش الواي كلها مضروبة بثوابت، لكن في هذا النوع من المعادلات راح نشوف انه هذه الحدود مضروبة بإكس، يعني معناه شنو؟ معناه المعاملات متغيرة، لكن ليس بشكل عشوائي ولكن بشكل منظم راح نشوفه. هذا التنظيم شلون؟ إذا كان عندنا الحد الأعلى للاشتقاق Y للمشتقة N، معناه هذا الحد مضروب بX أس N. فنلاحظ كل حد موجود عندي هذا الحد مضروب بX، الأس مالتها يشبه رقم الاشتقاق أو رتبة الاشتقاق، يعني درجة الX هي نفسها رتبة الاشتقاق. هنا درجة الX N معناه رتبة الاشتقاق N. إذا صارت عندي درجة الX هي N ناقص واحد معناها رتبة الاشتقاق N ناقص واحد، وهكذا إلى أن نصل إلى الY اللي رتبة اشتقاقها صفر معناها مضروبة بX أو الصفر اللي هو واحد. إذن معناها هاي المعادلة، هذا نوع من أنواع المعادلات التفاضلية بالمعاملات المتغيرة. هذا النوع من المعادلات يجب أن يأتي بهذه الصورة، يطلق عليه الأويلر كاوتشي أوردينري ديفرنشال إيكويجنز أو كاوتشي أويلر أوردينري ديفرنشال إيكويجنز، وله طريقة خاصة بالحل تختلف عن الطرق اللي أخذناها سابقا للمعادلات التفاضلية بالمعاملات الثابتة. فرح نأخذ أولا الهوميجينيوس إيكويجن. طبعا هناك عدة حالات من هذه المعادلات، حتى نشوف طريقة الحل مالتها راح نبدي ناخذ أمثلة، وهذه الأمثلة كل مثال هو يمثل لي حالة تختلف عن الأخرى بحلول الكاركترستيك إيكويجن. طبعا طريقة إيجاد الكاركترستيك إيكويجن وطريقة حسابها تختلف عن طريقة الكاركترستيك إيكويجن اللي أخذناها بالمعادلات التفاضلية ذات المعاملات الثابتة. سابقا كنا نفرض أن الواي هو عبارة عن e to power mx y، سابقا كنا نفرض نقول y هو عبارة عن e to power mx، وكنا نجد قيمة الـ m، وعلى أساس قيمة الـ m نحدد عدد الحدود اللي موجودة عندي هنا وطريقة ترتيبها. الآن بهذا النوع من المعادلات لا، الحل راح يكون انه نفرض الـ y x أس m وليس e to power mx وليس e to power mx. إذن معناه صار عندي الفرق، بالسابق كنا نقول e to power mx، الآن نفرض أنه x أس m، إذن الحل راح يكون عندي x أس m، والحل راح يرتب اعتمادا على قيم الـ m وعدد قيم الـ m. إذن حتى نبدي نشتغل، احنا بالسابق كنا نقول y يساوي e to power mx ونجي نشتقها مرة ومرتين ونعوضها بالمعادلة التفاضلية ذات الرتبة الثانية، بعد ذلك نحسب قيم الام. الآن راح نبدي بهذه المعادلة. أول شيء نباوع عليها، هل هذه المعادلة تنطبق عليها هذا شرط الجنرال إيكويجن للأوردينر ديفرنشال إيكويجن بالمعاملات المتغيرة؟ خلي نباوع هنا، احنا عندنا هنا الواي هي دبل داش، إذن الرتبة 2 والاكس موجودة بمرفوعة لأس 2 درجتها 2، هنا الرتبة 1 المشتقة وحدة والاكس مرفوعة للأس 1، هنا المشتقة 0 يعني ما موجود اشتقاق، إذن والاكس موجودة اكس أس 0، إذن معناه هذه المعادلة مباشرة من شفناها بهذه الصيغة إذن هي أويلر كاوتشي أوردينري ديفرنشال إيكويجن. نجي نحلها، أول خطوة بالحل هو فرض الـ y يساوي e to power mx، بعد ذلك أجي شو أحتاج من مشتقات أشتقها، إذن y x أس m y داش يصير m في x أس m minus 1 حتى نوفر هذه الـ y داش، بعد ذلك أحتاج إلى المشتقة الثانية y double داش، فش يصير عندي m
في m minus 1 في x أس m minus 2. الآن أخذ هذه القيم اللي موجودة عندي للy والy داش والy double داش ونعوضها بالمعادلة الأصلية اللي معطات عندنا الهوميجينيوس إكويجين. بعد أن نعوضها راح يصير عندي بهذا الشكل. لو نلاحظ إيش راح يصير عندنا الآن، هاي x تربيع مضروبة في الy double داش، هاي هي الy double داش، هاي هي الy double داش مضروبة بالx تربيع، زائدا 7x مضروبة بالy داش اللي هو هذا هو الy داش، زائدا 8 x أس m واللي هو اصلا الفرضية مالتنا اللي قلنا الy هي x أس m. اذا 8 في x أس m صارت عندي بهذا الشكل. لو نلاحظ الان ايش راح يصير عندنا، شوف x أس 2 في x أس m minus 2 راح الاثنين تروح ويا الاثنين، يبقى عندي فقط الm، لان اذا تساوت الاساسات فتجمع الاسس، فايش راح يصير عندي x اس m minus 2 plus 2، فالصفه عندي فقط الام، وهنا هذا المضروب هو بقى عندي m m ناقص 1. نفس الشيء لو نلاحظ بالحد الاخر، هنا x اس 1 وهذا x اس m minus 1، يروح الواحد ويا الواحد، ايش يبقى عندي فقط ال x اس m، ونفس الشيء هنا عندي فقط x أس m، فصارت عندي الآن المعادلة بهذا الشكل. إذا استخرجنا ال x أس m عامل مشترك راح يصير عندي x أس m، ما تبقى هو m في m ناقص 1 زائدا 7m زائدا 8، لأن استخرجنا ال x أس m خارج المعادلة عامل مشترك. زين، بما أنه ال x أس m لا يساوي الصفر، لان ما يصير الاكس اذا ساوت الاكس اس ام صفر معناه الواي يساوي الصفر، معناه ما موجود عندي حل لهذه المعادله، اذا ما تبقى هو اللي يساوي للصفر، لان عندي مضروب حدين، اذا واحد من عندهم لا يساوي صفر ف100% الحد الثاني يساوي صفر، لان نتيجه ضربهم تساوي صفر. اذا معناه اخذ هاي المعادله، هاي المعادله ارتبها بهذا الشكل، صارت عندي معادله من الدرجه الثانيه. الان نجد جذور هذه المعادله مثل ما شفنا سابقا، الكاركترستيك إكويجين صارت عندي بهذا الشكل. إذن الفرق هذه الطريقة عن الطرق السابعة، ما تقدر مباشرة تكتب الكاركترستيك إكويجين، لازم تمشي بهذا الطريق يلا تقدر توصل للكاركترستيك إكويجين الجديدة. معناه هاي المعادلة ما تشبه هاي المعادلة من ناحية ترتيب الأرقام. بالسابق من كانت عندك ذات المعاملات الثابتة مباشرة تقدر تكتب الكاركترستيك إكويجين نفس الشكل، يعني كان تقدر تكتب M تربيع زائد 7 M زائد 8 لو ما موجود هاي الـ X تربيع والـ X، لكن هنا لا، وجود هاي غيرت وخلتك تمشي بهذا الطريق. إذا صارت عندي الكاركترستيك إكويجين M تربيع زائدا 6 M زائدا 8 تساوي صفر، نحلها بالتجربة، نجد الـ M1 ونجد الـ M2. من وجدنا الـ M1 والـ M2 الآن الناتج شلون نكتبه؟ قبل كنا نكتب E to power M، الآن لا، X أس M مباشرة، يعني نقول C1 في X أس minus 2، هذا هو الـ minus 2 الأول. ليش قلنا في X أس minus 2؟ لأن هو فرضنا X أس M، الفرض مالتنا هو X أس M وليس E to power، زائدا C2 X أس minus 4 اللي هو هذا هو الجذر الثاني. إذن الآن هذا المثال انطاني الحالة اللي تكون بيها الام اللي نحسبها من الكاركترستيك إكويجين مختلفة، يعني قيم مختلفة، ماكو تشابه عندي، قيم مختلفة. إذن إذا أكو قيم مختلفة فمعناه مباشرة نقول C1 X أس القيمة الأولى زائدا C2 X أس القيمة الثانية، هاي القيمة الأولى والقيمة الثانية. زين، إذا أجوي متشابهة، إذا أجدت هنا هاي القيمتين متشابهة، يعني الـ M1 تساوي M2، شلون نتعامل وياها؟ سابقا كنا من تطلع عندنا هاي الحالة نضرب الحل الثاني في X حتى نتخلص منين؟ من التشابه. الآن هنا لا، ما نضرب في X، راح نضرب في function أخرى. خلينا نشوف هاي الفانكشن الأخرى شنو هي. إذن خلينا نجي على المثال الثاني ونشوف شلون حلينا. المثال الآخر عندي 9X سكوير Y دبل داش زائدا 3X Y داش بلس Y يساوي 0. زين، الآن عندنا هاي المعادلة أيضا الفرضية مالتنا نقول y يساوي x أس m بنفس الأسلوب.
تأكدنا بعد أن تأكدنا هنا X مرفوعة للدرجة 2 والY مرفوعة للرتبة 2 إذن متساوين، هنا X مرفوعة للدرجة 1 والY مرفوعة للرتبة 1 أيضا متساوين، هنا الY مرفوعة للرتبة 0 والX اللي بصفها مرفوعة للاس للاس العفو 0 ايضا معناه متشابهين. اذا هاي هي اويلر كاوتشي ايكويشن، نتبع نفس الاسلوب بالحل، نفرض انه الواي يساوي اكس اس ام، واي داش راح يصير ام اكس اس ام ناقص 1 واي دبل داش، وهكذا نرتب هاي القيم، نعوض هاي القيم العفو بالمعادله المعطاه عندنا اصلا بمكان المشتقات، راح يصير عندي المعادله بهذا الشكل. بعد ان صارت المعادله بهذا الشكل، هذا اكس أس 2 مرفوعة للX مضروبة في X مرفوعة للM ماينس 2، 2 تروح ويا 2 يبقى بس X أس M، نفس الشيء بالنسبة لهذا الحد مضروب بهذا الحد يبقى بس X أس M، ونفس الشيء الأخيرة هي أصلا X أس M. نستخرج الX أس M عامل مشترك، فلازم طبعا إذا ما طلع عندك الX أس M متساوي معناه أكو عندك خلل بالاشتقاق. X أس M لا يساوي 0 إذن ما تبقى هو اللي يساوي صفر، نحل الرتبة ويطلع عندي معادلة من الدرجة الثانية، نجد جذور هذه المعادلة، وجدنا انه الام 1 والام 2 اثنيناتهم يساوون قيمة واحدة، بالصدفة طلع الام 1 ام 2 يساوي ثلث، اذا هنا متساوين شلون اتعامل وياهم؟ اذا repeated real roots، شوفوا هنا real roots متكررة، اذا الحل الأول مباشرة أقول الأكس مرفوعة للثلث اللي هو أول حل، لكن الحل الثاني راح أضربه في لين أكس، في لين أكس منين إجا لين أكس؟ لأن هنا عندنا هناك كان عندي أصل الدالة هي إكسبونينشال أكس، ضربناها من تتكرر نضربها في أكس، الآن عكس الإكسبونينشال هو من هو؟ هو اللين، فمعناه الاكس نخلي بمكانها لين اكس، اذا اللين اكس هنا يعمل عمل الاكس اللي نضربه بالحل الثاني بالسابق من كانت عندي المعادلات التفاضليه بمعاملات ثابته. اذا هنا ايش صار عندي؟ الحل الاول هو سي 1 اكس اس ثلث، الحل الثاني نفسه لكن مضروب في لين اكس، قلنا بالسابق كنا نضرب في X الآن نضرب في لين X، هذا الفرق بين الاثنين. إذن إذا أجاني real repeated real roots فالثاني الحل الثاني نضربه في لين X، إذا أجى متكرر يعني إذا كانت هاي المعادلة من الرتبة الثالثة وأجاني بعد أكو M3 أكو M3 M3 وهمين ثلث، فالحد الثالث هم نقول C3 في X أس ثلث في لين X كل أس 2 كل أس 2، يعني يصير مو لين X تربيع، مو نضرب ال X تربيع، يعني إذا إجا آخر B نقول زائد نفس الحد بس الحد مضروب B من في مضروب في لين X كل قوس تربيع، العفو نضرب كل قوس تربيع، إذا أجى بعد آخر فمعناه لين إكس كله يصير تكعيب، وهكذا مو الإكس هاي أكررها، ليس الإكس هي تتربع وإنما لين كله يتربع إذا أجت تكرر بعد تكرار آخر. إذا أخذنا الآن الريال روتس different real roots مختلفة بالمثال الأول، الآن repeated real roots أخذناها وإذا أجت ثلاثة أو أربعة عرفنا شلون نتعامل وياها، لكن إذا أجت conjugate complex roots يعني موجود عندي جذور خيالية شلون نتعامل؟ سابقا كنا شو نقول؟ نقول exponential أس الريال زائدا العفو مضروب في القوس C1 cosine الإماجينري مضروب بالإكس زائداً C2 ساين الرقم الإماجينري مضروب بالإكس. هنا شلون راح تعامل وياها؟ راح نشوف بهذا المثال. المثال الثالث 2X تربيع Y دبل داش، هذا نفس الطريق ونفس الأسلوب إلى أن نصل إلى الكاركترستيك إكويجين، ماكو داعي بعد نشرحها، صارت عندي هاي الكاركترستيك إكويجين. بعد أن حليت الكاركترستيك إكويجين طلعت عندي الام اللي موجودة ماينس هاف بلس ماينس سكوير روت 5 اوفر 2 اي، اذا
معناه صار عندي هذا هو شو نسميه conjugate complex root. conjugate complex root بي ريال، بي رقم ريال وبي رقم imaginary. إذن شلون نتعامل وياه؟ راح نتعامل وياه بنفس الأسلوب. هناك كان عندي exponential للريال، إذا تذكرون كان هنا أكو exponential، هنا لا، أخلي الإكس نفسه لأس الريال. هناك كان عندي الإكس، الإكس إيش عوضنا بي؟ إذا تذكرون هنا الإكس إيش عوضنا بي؟ عوضنا مكانه لين إكس. من نجي نشتغل هنا شو نقول؟ كوساين جذر 5 على 2 لين إكس. كنا سابقا نقول جذر 5 على 2 إكس لو كانت هاي الكاركترستيك إكويجين جاية من معادلة بمعاملات ثابتة، لكن بما أنه هذه المعادلة بمعاملات غير ثابتة فبالضبط نفس الأسلوب راح يصير عندي الإكسبونينشال تنقلب إكس، الإكسبونينشال تتغير إلى إكس، والإكس تصير لين إكس. فقط هذا الفرق بين الاثنين، الإكسبونينشال الإكسبونينشال تصير إكس والإكس تصير لين إكس. نفس الأسلوب تماما بس بمكان كل إكسبونينشال نخلي إكس وبمكان كل إكس نخلي لين إكس. هذا الفرق بين الاثنين. طلعت الآن عندي هذه المعادلة اللي هي الجنرال إكويجين. زين نجي الآن خلي ناخذ مثال آخر ونشوف كيس أخرى من يصير عندي أكثر من روت. هنا بكل السابق أخذنا المعادلة من الرتبة الثانية. زين إذا أخذنا معادلة من الرتبة الثالثة شلون أتعامل وياها؟ لو نباوع هاي معادلة من الرتبة الثالثة أيضا تنطبق عليها حالة الأويلر كاوتشي. لو نشوف هنا ثلاثة وهنا المرفوعة للرتبة الثالثة، الأكس هنا للدرجة اثنين والواي مرفوعة للرتبة اثنين، الأكس هنا مرفوعة للرتبة والدرجة واحد عذرا والواي مرفوعة للرتبة واحد، وهنا نفس الشيء الواي لوحدها. إذن بنفس الأسلوب راح نقول هذه المعادلة هي عبارة عن أويلر كاوتشي أوردينري ديفرنشال إكويجين. أيضا نفرض الواي يساوي إكس أس إم، واي داش يساوي إم في إكس أس إم ماينس 1، واي دبل داش يساوي إم في إم ماينس 1، وطريقة الاشتقاق اللي أنتم تعرفوها. نرتب المعادلة بعد أن نجد الواي دبل داش نعوض تربل داش عذرا نعوض كل واحد بقيمته، الواي تربل داش نعوضها بمكانها ما يساويها، الواي دبل داش نعوض بمكانها ما يساويها، الواي داش نعوض بمكانها ما يساويها، والواي نعوض بمكانها ما فرضناه اللي هو إكس أس إم. نصفي المعادلة كما اتفقنا سابقا، هنا X أس 3 هاي X أس M ناقص 3، معناه الثلاثة تروح ويا 3 يبقى عندي فقط الـ M. نفس الشيء هنا الـ minus 2 تروح ويا الـ 2 والـ minus 1 تروح ويا الـ 1، وهنا هي أصلا X أس M. ترتب المعادلة راح تصير عندي المعادلة من الدرجة الثالثة، الكاركترستيك إكويجين معادلة من الدرجة الثالثة. وأخذنا عدة طرق لحل هذه المعادلة، أما نجرب الروت الأول يا أما تشتغل على الطرق السريعة اللي شفتها أنت سابقا. بعد أن حلينا هذه المعادلة من الدرجة الثالثة ظهر عندنا ثلاث قيم للأم، أم ماينس M minus 1 في M minus 2 في M minus 3 كل يساوي 0، معنى أول M يساوي 1، ثاني M يساوي 2، ثالث M يساوي 3. ومثل ما اتفقنا سابقا الإكسبونينشال نخليه X فقط. شوف كل إكسبونينشال خلناه بمكانه X والأسبقه هو نفسه. إذن الحل الأول راح يكون C في X أس 1 زائدا الحل الثاني C 2X تربيع، والحل الثالث زائدا C 3X أس 3. هاي هذا من الامز اللي موجوده، اذا راح يكون عندي هذا هو الحل. زين بعد ذلك نجي ناخذ فد مثال بكيس اخرى تختلف عن الامثله الاخرى. اكس اس 3 واي تربل داش ماينس 6 واي، الان هاي معادله من الدرجه من الرتبه الثالثه، وايضا تنطبق عليها قانون الأويلر كاوتشي أو شروط الأويلر كاوتشي إكويجين. هنا مرفوعة للدرجة الثالثة وهنا الواي مرفوعة للرتبة ثلاثة، يعني مشتقة ثلاث مرات. إذن بنفس الأسلوب نفرض أن الواي يساوي إكس أس إم، الواي داش
والواي دبل داش، ولازم نشتاقها حتى نصل الى الواي تربل داش، بالرغم من انه هي ما موجوده، فالتعويض راح يكون عندي فقط هذه القيمه والقيمه الاولى، فقط هاي القيمتين هم اللي راح يكون بيهم التعويض. من نعوض راح يصير عندي المعادله بهذا الشكل، صارت عندي المعادله بهذا الشكل، معادله من الدرجه الثالثه صفيناها، صارت عندي M زائد 2 M تربيع زائد 2 M ناقص 3. إذا موجود عندي الآن real root 1، وعندي هنا conjugate complex roots بس بدون الريال، بدون الريال فقط من هو الإماجينري، معناه X اللي موجودة معناه X أس 0، والX أس 0 تساوي 1 مثل ما شفنا هنا بالمثال السابق. هذا هناش كان عندي X، هنا بالهاي الحالة إذا خلينا X الصفر معناه يصير واحد، معناه هذا كله يروح يبقى فقط هذا الحد، وهذا هو ما نلاحظه هنا. شوفوا الاكس هذا اصلا هو مضروب في الاكس الصفر، الاكس الصفر اللي هي تساوي واحد، يعني هو موجود الريال هنا هو اكس قيمته صفر، فاذا راح يكون عندي فقط الاماجينري. هذا الحد خاص بهاي الام الحد الاول، وهاي الحدين خاصات بالام 2 و3. اذا خلينا بمكان الاكس لينكس مثل ما اتفقنا سابقا، والجذر 2 هو اصلا مضروب باللين اكس، اذا صار عندي الواي بهذا الشكل. اذا بعد ان تعلمنا الان تعلمنا شلون نجد الجنرال سوليوشن اوف اوردينري ديفرنشال ايكويشن وذ فاريبل كوفيشنتس تخضع لشروط الأويلر كاوتشي إكويجين. كل اللي أخذناه الآن بعد أن أخذنا الهوميجينيوس راح نجي الآن على النون هوميجينيوس. نون هوميجينيوس وفاريشن أوف باراميترز. نون هوميجينيوس اللي السؤال المثالي راح نأخذه هنا أيضا راح يكون عندي ب الحل البارتيكولر سوليوشن راح يحل بطريقة الفاريشن أوف باراميترز اللي تعلمناها سابقا، لكن الفرق راح يكون أني إيش عندي؟ عندي الجانب الأيسر من المعادلة أيضا من الرتبة الثالثة، وأيضا يخضع للأويلر كاوتشي إكويجن. فنجي هذا المثال راح يجمع لي الطريقتين في مكان واحد. ليش قلنا الفاريشن اوف باراميترز؟ لان الجانب الايمن من المعادله، الجانب الايمن من المعادله مو المشتقات مالته غير واضحه وغير منتهيه، ما نقدر نوصل الى فتحة معين. نجي للحل. اول شيء نباوع على هاي المعادله، هذه المعادله تخضع للاويلر، اي نعم تخضع، واضحه جدا انه هي تخضع لشروط الاويلر. اذا اول شيء نجد الهوميجينيوس سوليوشن، نساويها للصفر ونفرض ان الواي يساوي اكس اس ام، ونجد نجد الواي الواي داش واي دبل داش واي تربل داش، نعوض كل واحد في مكانه الى ان نتخلص من الاكس اس ام، لان هو لا يساوي صفر. نجد قيم الام 1 وام 2 وام 3. لاحظ انه الواي 1 هو اكس، الواي 2 هو اكس تربيع، والواي 3 هو اكس كيوبيك، فصار عندي واي سي هو سي 1x زائد سي 2x تربيع زائد سي 3x كيوبيك. اذا هذا هو الكومبلمنتري سوليوشن للهوميجينيوس بارت لهذه المعادله، للهوميجينيوس بارت لهذه المعادله. هذه المعادله طلعت عندي بهذا الشكل. زين ليش هنا عزلنا قلنا الواي 1 هي تساوي هالقد، واي 2 تساوي هالقد، وواي 3 تساوي قيمتها، حتى نشتغل بالفاريشن، لان بالفاريشن اوف باراميترز اللي اخذناه احنا للسكند اوردر كنا نستخرج الواي 1 ونشتقها والواي 2 ونشتقها حتى نطلع الرونسكين ديتيرمينانتس، ومن الرونسكين ديتيرمينانت كنا نستخرج بقيه يعني نستخدمها لاستخراج البارتيكولر سوليوشن. هنا تماما نفس الاسلوب راح نستخدم، لكن الرونسكين راح تصير المصفوفة ثلاثية وليس مصفوفة ثنائية. ليش؟ لان احتاج الواي 1 والواي 1 داش والواي 1 دبل داش، نفس الشيء احتاج الواي 2 والواي 2 داش والواي دبل داش، نفس الشيء بالنسبة للواي 3. بهذه الطريقة من يكون عندي المعادلة التفاضلية برتب اعلى راح يكون عندي هذا القانون
اللي احنا اخذناه سابقا يشبه القانون السابق، بس كان ايش عندي؟ كان فقط نقول واي هنا ناقص واي 1 وهنا واي 2، كان القانون مسهل عندنا لان موجوده عندي من الرتبه الثانيه، لكن هنا هاي رتب اعلى، رتب اعلى. القانون شو يقول؟ يقول واي كي، يعني اقصد بي كي الحل كي، بما انه هنا عندي واي 1 واي 2 واي 3 واي 4 فاقصد بي واي 1 او واي 2 او واي 3. ال WK راح نشوف شنو معنى ال WK، لان كل واي اكو لها W خاصة بيها. ال W هاي X هي الكلية، الرونسكيان الكلية، وال F of X هو ما موجود عندي بالجانب الايمن للمعادلة. اذا معناه شنو؟ لو كانت عندي N 3، احنا طبعا ما راح ناخذ اكثر من معادلة تفاضلية من الرتبة الثالثة، معناه القانون اللي راح تستخدمه دائما هو هذا القانون، هذا القانون هو اللي راح تستخدمه دائما ب 3 حدود. يبدي y1 of x في w1 على w في f of x dx، هذا التكامل الاول، هذا التكامل الاول. التكامل الثاني يشبهه بس بمكان y1 راح يصير هاي y2، وبمكان w1 هاي يصير w2، هذا الحد الثاني. وهذا هو الحد الثالث، بمكان y2 صار عندي y3 والw w3. ال y1 وال y2 والواي 3 اصلا احنا حاسبينها مطلعينها من الكومبلمنتري سوليوشن، فموجودات نعرفهم، الواي 1 هي اكس والواي 2 هي اكس تربيع والواي 3 هي اكس كيوبك، موجودات عندنا. بس سؤالنا ال W1 وال W2 وال W3 وال W شلون نحسبهم؟ طريقه جدا سهله. اول شيء نحسب ال W بنفس الاسلوب اللي استخدمناه سابقا في استخراج قيمة الـ determinant من كان عندي من الرتبة الثانية. كنا نقول y1 y2 y1 داش y2 داش، كانت عندي فقط هاي الأربع قيم، لكن بما أنه صارت عندي هنا المعادلة من الرتبة الثالثة دخل عندي y3، من يدخل y عندي y3 فإيش راح يصير عندي؟ لازم عندي مصفوفة 3 في 3. إيش أحتاج بهاي المصفوفة؟ راح أصفتها بالضبط بهذا الشكل y1 y2 y3 y1 dash y2 dash y3 dash y1 double dash y2 double dash y3 double dash. يعني اجي للy1 اشتقها مره ومرتين، اجي للy2 اشتقها مره ومرتين لمعلومات عندي، واجي للy3 اشتقها مره ومرتين واعوض قيمهم، راح احصل عليه من على الw. اذا الw بكل الحدود صارت عندي معلومه قيمتها 2 x كيوبك بكل الحدود، هاي معلومه عندي الw. الان اجي على الw1، ال W1 بالضبط نفس هذه المصفوفة، بما انه موجود عندي 1 فهذا العمود اغير بي اقول 0 0 1، ارفع هذا العمود الغي منه واخلي بمكانه 0 0 1. واضحة؟ Y1 داش Y1 دبل داش. ليش اختاريت هذا العمود؟ لان اني بال W1 هذا العمود نلغيه ونخلي 0 0 1 وما تبقى يبقون نفسهم، هذولي يبقون نفسهم نفسهم ما راح يتغيرون، بس العمود الاول صار عندي 0 0 1. واحسب المصفوفة واجد ال W1، بال W2 راح يصير عندي تغيير بالعمود الثاني، هذا العمود يبقى نفسه، العمود الاول يبقى نفسه والعمود الثالث يبقى نفسه، اللي يتغير هذا العمود يصير 0 0 1. شوفوا بقى هذا لنفسه، ونفس الشيء بالنسبة للW3 راح العمود الثالث يصير 0 0 1، وبقية القيم هي تبقى نفسها مالت منو؟ مال الW الأصلية. إذا صارت عندي W1، صارت عندي W2 انعلمت، والW3 معلومة. إذا هسه فقط مجرد انه نعوض ال f of x، نجي الان على ال f of x اللي موجودة عندي x اس 4 لن x على x اس 3، راح يجيني واحد يقول ليش ال f of x سويناها بهذا الشكل؟ هي اصلا بالسؤال شلون موجودة عندي؟ هي x اس 4، x اس 4 من نحل البارتيكولر سوليوشن لازم الطرف الثاني، هذا الطرف من المعادلة الواي دبل داش مضروب بواحد، مضروب بواحد، إذا معناه لازم نلتزم من نريد نحسب الاف اوف اكس
لازم نقسمها على معامل y تربل داش. يعني ال f of x هي هاي القيمة تقسيم x أس 3. ما نستخدمها كما هي، ما نستخدمها كما هي، لأن بالبارتيكولر سوليوشن حتى نستخدم هذه الطريقة اتفقنا عليها انه يكون معامل ال x المعامل ال y تربل داش واحد. اذا لازم نصفيها بهذا الشكل. شلون تصفى بهذا الشكل؟ نقسم ال f of x على x أس 3. هذه الخطوة جدا مهمة قبل أن نجي إلى تعويض الـ f of x هنا بهذا المكان. لازم نقسمها على معامل أكبر مشتقة موجودة هنا، بما أنه إحنا ما نشتغل أكثر من ثلاثة، ما نشتغل أكثر من رتبة ثالثة، معناه هذا تقسمه على x أس 3، فصفت عندي الـ f of x هي عبارة عن x لين x. نجي نحسب ال W1 على W، نحسب ال W2 على W، ال W3 على W. ليش حسبناهم بالانفراد بهذا الشكل؟ لأن نحتاجهم. هاي W1 على W، هاي W، عفوا هاي W1، وهاي W2 على W، هاي W3. حتى مباشرة نخليهم هنا، حسبناهم، صاروا عندي بهذا الشكل. أجي إلى التكاملات اعتيادية وأكامل بشكل اعتيادي وأحصل على الـ YB بعد أن سوينا تبسيط للحل. طبعا هذا التبسيط مو بالضرورة، إذا أنت ما تعرف تبسط عوفه بهذا الشكل كلش كافي، لأن مرات بالتبسيط تخطأ. فأنت بإمكانك أن تقول الواي بي هو هذا الحل، تجمع الواي سي مع الواي بي حتى نطلع الجنرال سوليوشن. إذا لهنا انتهينا من هذا الموضوع اللي هو موضوع الأويلر كاوتشي إكويجن، وربطناه بطريقة الفاريشن أوف باراميتر. وشكرا لإصغائكم.